السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة لتوب 10. في هذه الحلقة راح نذكر لكم أكثر 10 ألعاب تأخذ وقت في التحميل، وأيضا جميع اللي ذكرناه قبل التحديث، يعني اللعبة في وقت صدوره وأيضا وقت الإطلاق. فخلينا نبدأ. لعبة The Elder Scrolls كانت من الألعاب اللي تعاني مشاكل تقنية، ولكن على جهاز PlayStation 3 كان يعاني أكثر شيء. من أسوأ الأشياء كان اللودينج في اللعبة، كان على كل صغير وكبير يجيك لودينج لمدة دقيقة، وهذا بصراحة مزعج جدا. لعبة Bloodborne من الألعاب المعروفة أنها صعبة ودائما تموت من صعوبتها، ولكن اللعبة كانت تواجه مشكلة كبيرة وقت الإطلاق وقبل التحديث، وهو اللودينج. بعد ما تموت تجلس تنتظر دقيقة عشان تلعب مرة ثانية. Prey من الألعاب اللي كانت مشكلتها وقت الإطلاق أنها تعاني من مشاكل تقنية، وأيضا اللودينج كان مزعج وكان ياخذ وقت، وغالبا كان ياخذ دقيقة ونص عشان تلعب ويخلص اللودينج. Final Fantasy 15 كانت من أكثر الألعاب المنتظرة في عام 2016، ولكن المشكلة الناس انتظروها لمدة طويلة ما يقارب 10 سنين. بعد ما نزلت اللعبة الناس لسه قاعدة تنتظر اللودينج يخلص، عشان غالبا اللودينج كان ياخذ دقيقة ونصف إلى دقيقتين. Alien Isolation كانت أحد الألعاب الرعب الجميلة، وأيضا كان فيها لودينج مزعج مثل Bloodborne، بس Bloodborne كانت أرحم من لعبة Alien. لو تموت في لعبة Alien كان تاخذ دقيقتين عشان ترجع تلعب مرة ثانية. سونيك 2006 من احد اعفن الالعاب في التاريخ، لانها كومه من الجلتشات، كل شيء فيها سيء. لو تتكلم عن اي جلتش في الالعاب لابد تلقاها في لعبه سونيك 2006، وايضا كانت جدا مزعجه في اللودينج، كان ياخذ دقيقه ولكن مليون لودينج يجيك في الدقيقه. يعني على سبيل المثال في اغلب الالعاب لما تتكلم مع احد بس تضغط زر يكلمه على طول من غير اي مقدمات، ولكن في لعبه سونيك 2006 اولا تضغط على الزر، بعدين يجيك لودينج لمده دقيقه، بعدين تكلم الشخص، بعد ما تكلم الشخص يجيك مرة ثانية اللودينج لمدة دقيقة، بعدين في النهاية كلها تنتظر دقيقتين، وفي النهاية ما تستفيد ولا شيء من الكلام اللي قال لك يا رجال. WWE SmackDown vs Raw 2006 على جهاز PSP كان من أسوأ الأشياء اللي فيها اللودينج حق الجيم. أول ما تخلص وتختار الشخصية يجيك لودينج لمدة دقيقتين، بعدين يجيك عرض دخولك للحلبة، بعدين يجيك لودينج لمدة 10 ثواني يجيك عرض دخول خصمك، وبعدين يجيك لودينج لمدة 40 ثانية وبعدها تقدر تلعب بعد ما قيدك نمت من الانتظار. لعبة سنايبر غوست ووريور 3 اللي معدل تقييمها 5.5، ولكن من أسوأ الأشياء اللي في اللعبة هو اللودينج، وتاخذ في كل مرحلة تدخلها 5 دقائق. يعني أول ما تشوف لودينج روح سوي شيء ينفعك بدل ما تجلس 5 دقائق قدام التلفزيون وتناظر في ولا شيء. لعبة شادو اوف شنوبل هي برضو من الألعاب المملة في الانتظار، لازم تنتظر 5 دقائق كل ما يجيك اللودينج، ولكن فيها شيء أسوأ من سنايبر غوست ووريور، وهي أن اللودينج يجيك بكثرة، مو مثل المركز الثالث فقط لما تدخل مرحلة، ولكن اللعبة اللي معنا في المركز الثاني بأي شيء تسويه في لودينج، تدخل المرحلة فيها لودينج، تخلصها فيها لودينج 5 دقائق، أو التنقل السريع فيها لودينج 5 دقائق، أو البدء في اللعبة برضو 5 دقائق، تموت برضو لازم تنتظر 5 دقائق، يعني اللعبة كلها عبارة عن انتظار في انتظار. بعدين في النهاية تكتشف انه بعد ما تختم اللعبة لقي نفسك انك انتظرت في اللعبة اكثر من اللعب نفسه. لعبة Just Cause 3 وبالتحديد نسخة الاكس بوكس 1، هذه اللعبة اخذت الجائزة بجدارة لانه وقت التحميل ياخذ 15 دقيقة قبل التحديث، يعني 15 دقيقة تقدر تلعب جيمين اوفر واتش وتتفرج على مقطع في اليوتيوب او تتفرج على نص المسلسل. اذا بتلعب اللعبة لازم تخلي شيء جنبك يضيع وقتك. انا ماني خيرك. وكذا نوصل لنهاية المقطع، إن شاء الله المقطع عجبكم، إذا عجبكم لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، وأيضا إذا في لعبة ما ذكرناها وكان اللودينج مرة طويل يا ريت تذكرون إياها في الكومنتس. ويعطيكم العافية على المشاهدة، وكان معكم عمران الحازمي، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة أخرى، ومع السلامة.